المعكرونة البحارة. حسناً، لقد انتهيت. يمكنني القول المعكرونة خاصتي أصبحت جاهزة. تذوقيها. مقرفة، طعمها غريب وسيء للغاية. لن يأكلها أحد يا ماشا. سنرى إذا كان ذلك صحيحاً. مرحباً جميعاً، باشروا الطعام. أرأيتِ؟ طعمها كما قلتُ لكِ، لن يتناولها أحد. أعرفُ من يمكنه تناولها. الدب. لن يأكلها الدب. أراهنُ أنه سيأكلها. لن يفعل. سيأكلها بالتأكيد. أسماك عليها. تلك أماكن صيد الأسماك، بالتأكيد ذهب للصيد مجددا. لنجد. طوافة تستخدم للإبحار فوق الماء. طوافة؟ هل هي من أجل الإبحار؟ إن الإبحار أمر خطير، لكنه ممتع. لا يهم، لكن على الأطفال ألا يبحروا بأنفسهم. مرحى، إننا نبحر. سوف نهلك. حقاً. حسناً، أنا لست كذلك. لا نعلم إلى أين نتجه. في الواقع أنا أعرف أين. حقاً؟ إلى أين؟ إننا نبحر إلى الأمام. لنعد إلى الشاطئ. لا، إلى الأمام. لا، لنعد أدراجنا. لا، إلى الأمام. لنعد. لا، إلى الأمام. من وراء الجزيرة.
تذوقها. من فضلك تذوقي القليل من المعكرونة. إنها سيئة المذاق ولم يبق منها أي شيء. الجرعة الأولى. على وشك الوصول، وسوف تشاركني في القفز بين البرك. تاشا! مرحبا يا أختي، هيا تعالي. هيا لنركض. أعتذر لكنني لم أتي للركض. سأراقب الطيور المهاجرة وأكتب المعلومات التي تخصها. أوه، دعينا نذهب. الآن سوف أريك أعظم الطيور المهاجرة في العالم. إنها جميلة. مرحبا يا دب. ياب يوب أب. ها هو، هل ترين؟ طائر مهاجر جميل أتى لزيارتنا. أنت مساء. لا يوجد مثل هذا الطائر هنا. هل هو حقا طائر مهاجر؟ إنه أفضل طائر مهاجر. أوه حسنا، لنلقي نظرة عن قرب. هذا رائع، التقيتما. سنقفز فوق البرك. بينغوين، أمسك الذبابة بسرعة. ذلك؟ الطيور المهاجرة تتغذى على الحشرات. هذا مقرف حقا. يا خذ. الطيور المهاجرة لا تأكل السكريات والحلويات. هذا الطائر مختلف، يأكل الحلويات. يا لها من ظاهرة رائعة. من فضلك، أريد أن أراك تبني عشاً. هذا المكان مناسب، ابدأ الآن. ما الذي تفعلانه هنا؟ آه، تبنيان عشاً؟ سأساعد، هيا. حسناً، يعتبر هذا العش كقومتي خراب. لا، أنت مخطئة، إنه عش مناسب. لا
يوجد طائر يمكنه أن يعيش في هذا العرش. هذا الطائر لا يعيش في عرش أصلاً، هذا ليس من عادته. بابا بابا بابا، لكن مذكور أن الطيور المهاجرة لا تعيش في الثلاجات. لكن هذا الطائر مختلف. هل هذا صحيح؟ هذا لا يصدق. أنا أريد أن أراقبك الآن وأنت تطيرون. ها أنت ذا، هيا لنقفز فوق البرك. أنا لا أفهم، كيف طار إلى هنا؟ الأمر بسيط جدا. إنه أمر لا يصدق، يا لها من طريقة استثنائية. ماذا عن تبديل الريش وعملية الهجرة؟ تاشا، توقف عن التصرف بذكاء. وماذا عن التغريد؟ استمع إلي، حان الوقت للقفز فوق البرك. وماذا عن عملية فقس البيض؟ ما الذي تعنينه بذلك؟ بطريقة جميلة أيضا. ماشا، لابد من أنه طائر مهاجر من نوع نادر، صحيح؟ بحقك، إنه بطريق مهاجر صغير. إن أخبرت جميع من في المدرسة فإنهم لن يصدقونني أبدا. بلى سيصدقونك. ها؟ البطريق المهاجرة هي كائنات استثنائية، تأكل الحلويات، تشرب الشاي، وتعيش في الثلاجات، وتزورنا بواسطة الطائرة. يمكنها أن ترسم وتلون اللوحات. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة، سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول